الإصابات الأخرى هي الإنفكشن أوف ذا ساينس، إصابات الجيوب الأنفية. طبعا أنا أتكلم بشكل عام ما هي فائدة الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية موجودة في معظم الديفرنت أوف سبيشيز. نمبر 1 تساعد في عملية التوازن، 2 تفادي بعض ضربات الدماغ، 3 تدفئة بعض التيارات الهوائية قبل دخولها للارينكس. الأسباب التي تؤدي إلى الإنفكشن أو إنفلاميشن أو ذا سانس، التهاب الجيوب الأنفية. الأول سبب هو الإليفيلر بيروستيوم، التهاب السمخ السني، الفراكشر الفرونتال أو المكزيلاري بون، كسر في العظم الجبهي أو المكزيلاري بون. 3 سكندري أو ريسبيراتوري إنفكشن، أي إصابات تحدث فيها الجهاز التنفسي تؤدي بعض الأحيان إلى حصول التهاب في الجيوب الأنفية أو بعض أنواع من الباراسايت أو التيومر أو السيست. ما هي العلامات السريرية الشائعة بسبب حدوث السينوساتس أو الانفلاميشن أو ذا سينوس؟ most common clinical signs associated. طبعا هذه العلامات جدا مهمة، من خلال هذه العلامات السريرية ممكن أن نشخص وجود التهاب في الجيوب الأنفية. طبعا معظم الجيوب الأنفية ممكن علاجها بالانالجيسيك بالمسكنات وبطيء انتيبايوتيك، بس الادفانس نتيجة الاكوميليشن او ذا باس، اكوميليشن او ذا ابسس، المايكوبيريلنت ديسشارج، ممكن انه تعالجها بالانتيبايوتيك، لازم تخضع الى عمليات جراحية. نجي على الكومن كلينيكال ساينز، يونيلاترال نيزل ديسشارج، فيشل بون ديستورشن، obstruction airway، انسداد المجرى الهوائي، lacrimal discharge، الافرازات الدمعية تكون من جهة واحدة او من جهتين، الانتفاخ في الجيب او الجيب الانفي في من جهة واحدة او من جهتين، بالاضافة لانه اثناء عملية البيركشن بها طريق نشوف الدال sound. شو نشخصها؟ التشخيص مع الإصابات الجيوب الأنفية نفسه، اعتمادا على العلامات السريرية واعتمادا على البريكيشن، شوف الدول ساوند أو اعتمادا على الأكس راي. طبعا هنا بعض الإضافات نضيفها على الموضوع هذا. هنا شوف هاي الصورة واضحة نتيجة تجمع القيح في الفرونتال ساينس. هنا عدة حالات تؤدي إلى حدوث الالتهابات في الجيوب الأنفية، ولكن في الأدفانس تكون مزعجة ويجب أن نكون متدخلين جراحيا. مثلا بعض الحالات يصير عندي كسر في النيزل سبتم، كسر في النيزل سبتم في الحاجز الأنفي، وبالتالي راح يصير عندي هروب والسكيبينج إلى البلاد، والبلاد يدخل في الجيب الأنفي وبالتالي يتحوث عندي الانفلاميشن أو سينوساتس. بعض الأحيان نتيجة أو أحد الأسنان في الفك العلوي ينكسر، يبقى الجعب مال السينس اسمه الفيلر بيروستيوم، حالة أخذناها بالجهاز الهضمي، فلح يدخل هذا الفيلر بيروستيوم، يعتبر ممر لدخول المواد الغذائية والفورم بدي، ويدخل إلى الساينوس الفرونتال ساينوس أو عفوا مكزيلاري ساينوس، وصير عندي سينوسايتس. حالة أخرى في الأبقار عندما نلجأ إلى عملية الديهورنيك اللي هي عملية إزالة القرن، بما أنه القرن مرتبط دايركت ويا الفرونتال ساينس، نتيجة إزالة القرن بعض يصير عندي انفلاميشن بالفرونتال ساينس، عندي أسترس أوفس، بعض الأحيان نوع من الديدان تعيش في الجيوب الأنفية. الأعراض بشكل عام مثل ما تكلمنا عليها، راحة وبدون راحة، وجود دم، وجود قيح، طبعا ديونينج اكسرسايز أثناء التمارين خاصة فيها الخيل، نلاحظ وجود نسح أو مخاطي مصلي يونيلاترال أو بايلاترال، نشوف الباروتيد جلاند، نشوف السوالينج بالباروتيد جلاند، نشوف الريزونانت ساوند اللي موجود او الدول ساوند اللي موجود، ممكن نفرقها عن الجلندر ساينس بالمايلين تيست. العلاج اللي يصير طبعا هنا احنا اخذنا حالتين، الحالة الاولى اللي هي الفرونتال ساينس، والحالة الاخرى اللي يسموها بالمكزيلاري العفو بالمكزيلاري ساينس. تجي هنا على الفرونتال ساينس،
طبعا اكثر الاصابات تحدث هناك، اكو مجموعه من الجيوب الانفيه، بس اهم جزء، اهم جيبين انفيين، هي الجيب الوجهي الفرونتال ساينس، الجبهي العفو الفرونتال ساينس، والمكزيلري ساينس. الفرونتال ساينس شوف هاي، انتبه هاي الحاله، هاي الحاله شوف هذا هنا عندي، هذا فرونتال ساينس، هذا متجمع قيح في الفرونتال ساينس، وهنا شلون يتم المعالجه جراحيا. طبعا ان شاء الله بعد ما يستأنف الدوام ممكن تطبيقها، نجيب دونكي ونشتغل عليه ونشوف تكون عملية بشكل واضح وسلس. طبعا الفرونتال ساينس تبع عليه، سوينا انسجن، بعدها دخلنا الى البون، نجيب آلة نسميها بالتريفاين آلة، قبل شوية كانت معروضة الآلة، اعتقد بهاي الصورة، شوف هاي الآلة، هاي يسموها بالتريفاين، شلون الكوسرة هاي، بعد ما نسوي انسجن للسكن ندخل للمنطقة اللي موجودة، شوف دخلنا فتحنا العظم، راح ندخل للسانس بشكل مباشر. بعد ما ندخل للسانس بشكل مباشر ننظف، نسوي له واشينج، نسوي له واشينج فلاش وذ بيرمنجنات نايتروفيرازون بوتاسيوم بيرمنجنات، عفوا تنشر ايودين، وندخل الجوز بيع داخل، وبعدين ننطي كورس من الانتيبايوتيك وينتهي الموضوع. طبعا الفرونتال ساينس والمكزيلري ساينس، بس بالنسبه لللوكيشن مالتها جدا مهم. بالنسبه للفرونتال ساينس الانسجن مالتها تكون 2.5، انتبه عليه باو عليه، شوف بالفرونتال ساينس، هذا الفرونتال ساينس 2.5 سنتيمتر لاترال تو ميدلاين، 2.5 سنتيمتر تو ذا نيزل بون، شوف هذا النيزل بون ستارت تو ذا فيرج، هذا بالضبط هو هذا مكان الفرونتال ساينس. اما بالمجزل هذا الفرونتال ساينس، بعد ما نحدد المكان نسوي انسجن للسكن، وبعدين ندخل بالمنطقه. اما ما يخص بالمجزلري ساينس نفس الطريقه، هذا المجزلري ساينس، شوف المكان مالته يختلف عن الفرونتال ساينس، شلون نحدده؟ اكبر سن عريض، انتبه عليه، يعني مو عندي فيرست هذا المولار والسكند والثيرد مولار، وهذا عندي فيرشيا كريست، شوف بالضبط اول سن عريض هو الاموال المولار 1، نصعد بخط الى الجزء العلوي مباشره من فتحه العين اللي في محجر العين اللي يسمى فيشل كريست، اي محجر العين يسمونه بالبوني اوربت، ونفتح هنا بهي هاي المنطقة بالضبط، هاي المنطقة راح تكون جدا واضحة. نفتح السكن وندخل نجيب الآلة، الآلات التريفاين، وبالتالي ندخل إلى المنطقة، وبعدها ندخل نظف بالنايتروفيرازون مثل ما تكلمنا انتسيبتك، ونخلص، وبعدها ندخل الجوز، ما يحتاج نخيط، مجرد ما نسوي ساينس افلاف، وننتظر الى انه بعد ما نعطي كورس من الانتباه تشفي المنطقة ونظهر من الالتهاب.